مدينة كركوك وضواحيها بالدور الكبير لقوات البيشمركة في تحرير وتطهير مناطقهم من إرهابي داعش، مثمنين في الوقت ذاته جهود إدارة وأهالي محافظة كركوك في مد يد العون لهم للتخفيف عن معاناتهم جراء النزوح. النازحون طالبوا في تصريحات لفضائية كركوك للإسراع في تحرير مناطقهم من دنس عصابات داعش الإرهابية. تفاصيل أوفى مع هيلغورد حسن. أشاد نازحون من محافظة صلاح الدين إلى كركوك بدور إدارة كركوك في استقبالهم وإيوائهم بمناطق متفرقة في المدينة ومساعدتهم في العيش بسلام حتى يتم تحرير مناطقهم ومن ثم إعادتهم إلى تلك المناطق. ما محافظة كركوك وبل بيشمرقة احنا حتى مكان هان معنا، ونشكرهم على الخدمة اللي قدموا لنا اياه وعلى التعب اللي تعبوا ويانا، واحنا نشكرهم كثير كثير. اقول الله ينطيهم الصحة والعافية، هم يعني ساعدونا وجينا لهانا وعاونونا، والله جينا بلي لا فلوس لا كل شيء غير خلف، الله على الناس ساعدتنا ولفتنا لهانا. بالنسبة احنا نشكر البيشمرقة اخواننا هم وساعدونا بدخولنا الى اقليم كردستان الى كركوك، وساعدونا في المسكن وجابونا لهذه المنطقة منطقة خال بازيان، ونشكرهم. اخرون من النازحين من محافظات صلاح الدين وديالى ايضا اثنوا على دور قوات البيشمركة في تحرير الكثير من المناطق المغتصبة من قبل ارهابي داعش، شاكرين جهودهم اللامحدود بهذا الصدد وتسهيل دخولهم الى كركوك وحمايتهم ممن يريد الاعتداء عليهم. نشكر اخواننا البيشمركة على مساعدتنا ونتمنى لهم النصر العاجل. البيشمركة اخواننا جاي ينظفون مناطقنا، والله ينطيهم والله يكثر من امثالهم، والله يعطيهم العافيه، واحنا تعبانين وساعدونا، والله ينطيهم ان شاء الله. الله ينطيهم ويوفقهم ان شاء الله، سكنونا ولفونا وينطونا مموات، وخلف الله عليهم وجزاهم الف خير. الله والله فوق اللازم، ونشكرهم مدى الحياة، ونشكر هاي القرية هم طيبة إلى أقصى الحدود خالو بازيان. إيه والله، والناس جاي يجيبوننا مساعدات وخلف الله عليهم، ونشكر البيشمركة بألف شكر. نشكر أخواننا البيشمركة يعني تسهلوا أمرنا بكل الدخول بكركوك اللي هنا الخالو بازياني، ونشكرهم نريدهم ينفذون مناطقنا حتى نرجع لها. أنا من الديالة من ناحية سد العظيم. محافظة كركوك تعتبر ثاني محافظة بعد دهوك لإيواء النازحين، حيث تم استقبالهم ومساعدتهم في كافة المجالات كي لا يحسوا بأنهم في غربة عن أرضهم. وما شكرهم وثناءهم لإدارة محافظة كركوك وقوات البيشمركة إلا تعبيرا عن ما قدم لهم من مساعدات. يواصل